لا زالت السيدة حليمة صاحبة 57 سنة والمنحدرة من منطقة عين الأحجر ببلدية بابار ولاية خنشلة تحافظ على عادات وتقاليد منطقة الأوراس، فهي اليوم تملك ورشة صغيرة لتحضير مختلف التوابل والمستحضرات الغذائية كالدبشة، الفريك والروينة وغيرها من المواد بطريقة تقليدية. كان في عمري 15 سنة وأنا أتبع في الوالدة ربي يرحمها، أتبعها تعلمني طيب وعلى الحطب، نهرسوا المرمز، نهرسوا الفريك، نفتروا العيش، نفتروا البربوشة، يربوا تشيش، نديروا شخشوخة. هذه الحنوت نتاعي يجيو الناس غير اللي يديو حاجة طبيعية، كما الأعشاب عندي أعشاب كامل، كما التيزانة، كما النعناع، كما الحوايج هذو ضروريين بصح اللي في بلادنا كاينة، واللي في بلاد الناس نجيبوها من بلاد الناس. هذو الحوايج نجيبوها من الصحراء طبيعي، نهرسو ونخدمو ونغربلو ونصفيو ونشيحو، كاين اللي نبيعوه، كاين اللي نصدقوه، كاين اللي على بابو على ربي، إن شاء الله اللي قالنا جيبوا لنا حاجة نجيبوله. بمساعدة زوجها تقتني الخالة حليمة بعض النباتات الطبيعية من الولايات المجاورة كالنعناع، الشيح وإكليل الجبل، بالإضافة إلى أنواع أخرى تستخدمها في التحضير لمختلف التوابل. التوابل هذو نهبطوا للصحراء بسكرة الواد الزريبة، نخرجوا حتى كاينين أمور أخرين، نخرجوا حتى الفلاح نعرفوه نجيبو ونجيبهم لهنا وهي تخدمهم جميع التوابل كامل. أكثر من مسؤولين يعاونوني، ندير حانوت كبيرة، ندير لها كواغطها، ما نقلق ما نخاف ما والو، نخدم على روحي، أنا نحب نخدم. هي حرفة ورثتها خالتي حليمة عن والدتها، تأمل اليوم أن تلقى يد العون للحصول على السجل التجاري لتحافظ على هذه الحرفة التي تعتبر رزق عائلتها الوحيدة.